بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم التهاب البنكرياس الحاد والمزمن والأشعة بلدنا، والأهم هو الحاد. المزمن موضوع شائع ومهم في الغرب لكن عندنا نادر بسبب ندرة تناول الكحول. التهاب البنكرياس الحاد، إذا بدنا نوصل رسالة مختصرة من كل هالمحاضرة، هي التفكير السريع في المرض والتشخيص بأسرع ما يمكن والبدء بأسرع ما يمكن بالإماهة الوافرة. هاي يعني بجنبنا أغلب مشاكل التهاب البنكرياس الحاد. في بعض النقاط تغيرت في السنوات الأخيرة من نركز عليها عند المرور فيها تباعا إن شاء الله. تشريحيا، البنكرياس يقع خلف البريتوال، شايفين في إبات مهمة، الأبهر البطني والشريان المساريقي العلوي والوريد المساريقي العلوي، عم بيشكل عندنا وريد الباب خلف البنكرياس. القناة الرئوية العامة في مجرى مشترك، يعني طوله أقل من 1 سنتيمتر، عدة مليمترات، في مجال فاتر ويصب على الوجه الأنسي للقطعة الثانية للعفج. الطريق المشترك بين القناتين البنكرياسي والصفراوية هو عدة مليمترات، وفي الحالة الطبيعية لا تمتزج العصارة الصفراوية والعصارة البنكرياسية أبدا. القناة الثانوية، قناة سانتوريني، موجودة في بعض الحالات، وجودها قد يكون فيزيولوجي. البنكرياس يمكن تصويره على الإيكو عند أغلب المرضى، خاصة إذا الجهاز جيد. هاي مقطع معترض في الشرسوف، عندنا هاي عضلات جدار البطن، وهاي الغار، غار المعدة، وهذا البنكرياس. دائما لما نصور البنكرياس نبحث عن هالمنطقة المخططة الصدوية السوداء اللي هي الوريد الطحالي، جاي المقطع فيه طولاني، وهون الجزء العريض هو الجزء العلوي من الوريد المساريقي العلوي، وهون عم بتشكل عنا بداية وريد الباب. بس لقينا هالمظهر هذا اللي بيشبه الفاصلة تقريبا، شكله بيكون البنية الرمادية هي البنكرياس. هاي رأس البنكرياس هون، والعنق، وهاي الجسم برضه. هاي إذا مجاورات البنكرياس، الشريان الأبهر والشريان المساريقي العلوي والوريد الأجوف، وريد الباب. في الوضع الطبيعي رأس البنكرياس سنتيمتر أبعد من هيك، فبنقول في وذمة وفي ضخامة في البنكرياس. أيضا على الطبقي، هاي مقطع معترض في الشرسوف، الكبد، الفص الأيمن والفص الأيسر، وعندنا هاي البنكرياس يجاوره من الخلف الوريد الطحالي، وذيل البنكرياس عند الطحال، بينما رأسه موجود ضمن العفج. رأسه يجاور القطعة الثانية للعفج، ويقع مثل ما أنا شايفين خلف المعدة. أحيانا مثلا تتشكل عندنا كيسة بنكرياسية، فيمكن بسهولة تفجيرها إلى المعدة بتوجيه الإيكو عبر التنظير بحكم التجاور بينهما. البنكرياس مثل ما بنعرف هو عضو مزدوج، له وظيفة خارجية الإفراز، إفراز الأنزيمات الهاضمة، ووظيفة داخلية الإفراز، إفراز الأنسولين والجلوكاكون. معظم نسيج البنكرياس اللي لونه أصفر على هالصورة هو نسيج خارجي الإفراز، أما النسيج داخل الإفراز خاصة الأنسولين الخافض لسكر الدم والجلوكاكون الرافع لسكر الدم، فهو موجود في خلايا متناثرة ضمن النسيج البنكرياسي تدعى جزر لانجرهانس، فهي اسمها جزر لأنها متناثرة وعددها قليل بالنسبة للنسيج خارجي الإفراز. ندخل في صلب الموضوع، التهاب البنكرياس الحاد. التهاب البنكرياس الحاد يبدأ الالتهاب في اللحظات الأولى على مستوى نسيج البنكرياس، لكن سرعان ما يترافق مع اختلاطات
موضعيه في الاعضاء المحيطه في البنكرياس، وحتى اختلاطات بعيده بسبب انتشار الاستجابه الالتهابيه الجهازيه، فممكن يصير عندنا قصور كليه او تخليط ذهني او صدمه او انصباب جنب. اذا ممكن ياثر على كامل الجسم ويترافق مع قصور اعضاء متعدده. التهاب البنكرياس مع النزف الهضمي مع اختلاطات تشمع الكبد هي اشيع استطبابات الامراض الهضميه للقبول في المشافي. اهم شيء في التهاب البنكرياس الحاد هو التشخيص الباكر والبدء السريع بالإماهة الوريدية الوافرة، لأنه التهاب البنكرياس عم يترافق مع استجابة التهابية جهازية، يعني أي التهاب توسع للأوعية وزيادة في النفوذية، وبالتالي ضياع كمية كبيرة من السوائل إلى الحيز الثالث مثل الحروق تماما. عم بيصير عندنا خسارة سوائل كثيرة، بيصير في فرط لزوجة في الدم، وبالتالي ممكن يصير عندنا قصور أعضاء متعدد. كلما صار في قصور عضو أو أكثر كلما أصبح الإنذار أسوأ ومعدل الوفيات يزداد بشكل مضطرب. الفيزيولوجيا في الحقيقة إذا بدنا نتبحر فيها معقدة. البنكرياس ضمن الخلايا العنبات النسيج خارج الإفراز يحوي انزيمات هاضميه اهمها التريبسين. التريبسين ضمن البنكرياس موجود على شكل تريبسينوجين او طليعه للتريبسين، لا يوجد بشكله الفعال ضمن الخلايا البنكرياسيه. يوجد في حويصلات تحوي طليعه التريبسين. اللايزوزوم او الجسيمات الحاله هي حويصلات اخرى منفصلة عن تريبسين. عند اللي بيصير هالامتزاج بيناتهم يتم تفعيل التريبسين باكرا ضمن النسيج البنكرياسي، وبالتالي يحصل هضم ذاتي. ممكن ان يحصل تفعيل بسيط للتريبسين بشكل فيزيولوجي، لكن في عندنا شيء اسمه انتي بروتياز يتم تعطيله سريعا ويمنع تطور الالتهاب. عندما تختل آلية منع التفعيل الذاتي الباكر للتريبسينوجين يحصل التهاب البنكرياس، ولهذا التفعيل مؤهبات متعدده ما نحكي عنها بعد شوي. العوامل المؤهبه اشع الاسباب يلي بتعمل التهاب بنكرياس حاد هي الكحول والحصيات. الكحول في الغرب والحصيات او الامراض الطرق الصفراويه ببلادنا هي اشع سبب، ودائما لازم من البدايه نصنف التهاب البنكرياس هل هو حصوي او غير حصوي. اذا كان حصوي بنفكر بده ERCP ام لا، ودائما بده استئصال مراره. الحصيات يلي بتسبب التهاب البنكرياس هي الحصيات الصغيره يلي قطرها عاده اقل من 5 ملم. الحصيات الكبيره ما بتنزل بالقناه الصفراويه، وبالتالي اختلاطاتها خارج المراره اقل. الحصيات الناعمه بنسميها مايكروليثايزيس او الطين الصفراوي اللي لسه ما تصلب، هاي سابقا كانت يعتقد ان ما لها علاقه، لكن تبين انها مسؤوله عن معظم حالات التهاب البنكرياس يلي كانت تصنف سابقا ان مجهوله السبب. الاس او دي او عسر وظيفه مسره اودي، مسره اودي هي المعصره المشتركه للقناه الصفراويه والقناه البنكرياسيه. لما بيكون فيها تشنج ممكن تشكل عائق امام افراز العصاره البنكرياسيه، وبالتالي تتهم بالتهاب البنكرياس، لكن هذا الاتهام لم يثبت بدراسات عشوائيه كبيره وما يزال يعني نظري ولم يتم تاكيده على وجه اليقين. تناول الكحول يعني غالبا بيكون في القصه ان المريض يتناول الكحول عندهم يا عاده مثل القهوه عندنا، وقبل يوم او يومين بيكون عند المريض مناسبه او حفله او شيء فبيشرب كميه كبيره، فاذيه البنكرياس بالكحول بتصير باليه حاد على مزمن اكيوت اون كرونيك. اذا بدنا ندقق بالمصطلحات في فرق بين نقول شخص كحولي او شخص يتناول الكحول، الكحوليك او درينكس الكحول. الشخص الكحولي يتناول بمعدل 3 جرام من الإيثانول في اليوم،
بالنسبة للرجال أو 2 جرام بالنسبة للنساء. أما الشخص اللي بيتناول الكحول ممكن بالشهر يشرب مرة أو مرتين. كل ما زاد استهلاك الكحول كل ما زادت اختلافاته على الكبد والبنكرياس وغيره. الأسباب الاستقلابية عندنا ارتفاع الشحوم الثلاثية وارتفاع الكالسيوم. أنا بريد نبه لارتفاع الشحوم الثلاثية لأنه سبب شائع بشكل معتبر عندنا ببلدنا. بالأبتوريت كاتبين هو مسؤول عن 10% من التهابات البنكرياس تقريبا، 10% 50% عندهم كحول، فنحن أكيد أكثر من 10%، وبالتالي سبب شائع وخاصة عند الحوامل، يعني عم نشوفه بشكل متكرر ما هو نادر أبدا. عادة بدها تكون الشحوم الثلاثية فوق 1000، فوق 500، بين 500 و1000 وارد ولكن نادر. فالشحوم الثلاثية أكثر من 1000 بتكون متهمة، وخاصة في غياب العوامل المؤهبة الأخرى. ارتفاع الشحوم الثلاثية فيه له عدة اعتبارات. أولا الأميلاز ممكن يطلع طبيعي مثل ما نشوف بعد شوي. ثانيا ممكن نعمل فصالة لما بيكون مصل المريض كله دهني والشحوم 3-4000، ممكن نعمل بلازما اكسشينج ويصير استبدال البلازما لأحد المناورات العلاجية، وممكن ننزل الشحوم بالأنسولين. الأنسولين ما له دور بعلاج التهاب البنكرياس الحاد العادي، لكن له دور بالتهاب البنكرياس بفرط الشحوم. ارتفاع الكالسيوم كسبب لالتهاب البنكرياس الحاد هو سبب نادر عندنا وبالغرب، بيسبب أكثر التهاب بنكرياس مزمن. على سبيل التذكرة، فرط الكالسيوم البسيط بيكون ناتج عن سبب غدي غالباً، هايبر بارا ثايروديزم. اما فرط الكالسيوم الشديد الاسعافي اللي بيعمل تبوال شديد بلتفها كلويه فغالبا بيكون مالجنان، اما نقاء الحالي للعظم او بارانيوبلاستيك سكريشن. سبب نادر. البوست اي ار سي بي التهاب البنكرياس الحاد معلوم انه هو اشيع اختلاطات الاي ار سي بي، شيوع تقريبا 10% من الحالات اقل او اكثر حسب اعتبارات متعدده، لكن الرقم الوسطي من الدراسات الكبيره جدا تقريبا 10% من الحالات. التهاب البنكرياس بعد الاي ار سي بي مثل اي التهاب بنكرياس يشخص بالم وصفي مع ارتفاع في الاميلاز. ممكن يصير الالم وحده او ارتفاع في الاميلاز وحده، احد العرضين لا يكفي للتشخيص. 35-70% من المرضى بعد ERCP بيصير عندهم ارتفاع عابر في الأميلاز. إذا ما ترافق مع ألم شرسوفي هاي مجرد هايبر أميلازيميا وليست أكيوت بانكرياتيتس. الألم لحاله ما بيكفي، ارتفاع الأميلاز لحاله ما بيكفي. طبعا في أسباب متعددة لERCP، يتضمن محاولة قطرة مجال فاتر اول شيء بسلك دليل، وفي خازع سفنكتروتوم، عم بصير ضغط ميكانيكي على الحليمه، ممكن يصير قص بالمخثر الكهربائي، بصير وذمه، بصير ديبريز نتيجه او حطام نسيجي نتيجه الخزع، الحقن المتكرر في القناه البنكرياسيه. وبصراحه قله خبره لما بيكون طبيب متدرب او حتى ممرض هو المساعد، فهي موثقة بالكتب حتى أن قلة خبرة المساعد، الحقن الزيادة أو الدخول الخاطئ في القناة البنكرياسية وبالتالي زيادة الضغط في القناة البنكرياسية، كل هذه العوامل تؤهب لالتهاب البنكرياس الحاد بعد الـ ERCP. في إحدى الدراسات، دراسة كبيرة ويعني موثوقيتها مرتفعة، وجدت كانت خلاصتها اني بعد الـ ERCP ب2-3 ساعات ممكن نحن نعاير الاميلاز او اللباز، فلما بيكون طبيعي غالبا المريض لن يدخل في التهاب بنكرياس. لما بيكون مرتفع 5 أضعاف في الساعات الاولى فغالبا المريض بده يدخل بالتهاب بنكرياس. اذا معايرة الاميلاز او اللباز بعد الـ ERCP ب2-3 ساعات تفيد جدا في التنبؤ بالتهاب بنكرياس حاد. عندنا روتين في المشفى، المريض يلي بيعمل ERCP لا يجوز تخريجه مباشره الى المنزل، بده مراقبه على الاقل
24 ساعة. طبعا تم دراسة العديد من التداخلات العلاجية والوقائية، تم دراسة مثلا النيتروغليسيرين والنيفيدبين كمرخيات للحليمة لما يصير تشنج في الحليمة. الأكتريوتايد معروف أنه يثبط إفراز جميع الأنزيمات والبنكرياس. كل هذه الخيارات درست نحو واسع وأثبتت عدم جدواها. في دواء اسمه جابكسيت، هذا مضاد بروتياز يعطل تريبسين، مفيد ولكن مفيد ضمن المخمر. سريريا التجارب صغيرة ومكلفة جدا فلم يدخل حيز التنفيذ. عمليا في عندنا ثلاث خيارات تقي من الالتهاب البنكرياس بعد دي ار سي بي، ثلاث خيارات عليها ايفيدنس قوي جدا. اول شيء عندنا اماهه وافره، نبدا بالاماهه ممكن من اثناء العمليه وبعدها، ويعني من قبل واثناء وبعد العمليه. اماهه بالسوائل البلوريه يعني رينجر او نورمال سلاين. ممكن نعطي الانسيد واكثر شيء المضادات الالتهاب الاستيرويديه، الدراسة على تحميلة الاندوميتاسين. لكن ممكن نعطي حقنة عضلية من أي مستحضر، كيتورولات أو ديكلوفينات. وممكن لما بنشوف عوامل الخطورة السابقة يلي ذكرناها، عدة محاولات تنبيه فاشلة أو حقن خاطئ في القناة البنكرياسية أو خزع جائر إلى آخره، فممكن نحط ستنت وقائي في القناة البنكرياسية مشان نحافظ على اللمعة السالكة. هالثلاث خيارات كلها مثبتة بإيفيدنس قوي جدا. الشيء اللي ما اندرس بعد اني مشاركت اثنين من هالخيارات او مشاركتهم كلهم مع بعض، لكن مو غلط اني اي مريض اي ار سي بي انا احط له سيروم ملحي ونعطيه تحميلة اندوميتاسين وقائيا، ستنت في حالات انتقائية. ايضا من العوامل المهمه واللي لازم ما نغفلها، المريض بعد الجراحه او بعد الرضوض، مريض بيجي بحاله سير بقلق ناري بيرض على البطن او عمل جراحي مثلا عامل عمليه قلب مفتوح، فبيكون المريض مقبول في جناح جراحي، بيشكي من الم بطني فيتم يعزل الالم الى المشكله الجراحيه نفسها. مشكله التهاب البنكرياس بعد الجراحه وفياته مرتفعه جدا 35% مقابل حوالي 5% أو أقل لعموم حالات التهاب البنكرياس. طبعا في عدة أسباب، التأخر بالتشخيص، الكوموربيديتيز، الإنتانات، نقص الحجم. ممكن نعطي أدوية مثلا الكالسيوم الوريدي لمرضى الجراحة، مريض زرع الكبد ممكن نعطيه مثبطات مناعية مثل الأزاثيوبرين. الأزاثيوبرين والكالسيوم هي من العوامل المؤهبة لالتهاب البنكرياس، فدائما لازم ما نغفل التشخيص عند مرضى العنايات أو المرضى بعد الجراحة، اللي ممكن تكون مشكلة داخلية عند مريض جراحي. الفاميليا البنكرياتيتس، نحن بنشك إن شيء وراثي لما بيكون عندنا هجمات متكررة في سن الشباب وخاصة عند وجود أكثر من فرد في العائلة. طبعا لابد اولا من نفي الاسباب الواضحه، الكحول والحصيات والاسباب الاستقلابيه. لما ما بنلاقي سبب بيكون عنده خلل وراثي في اليه كبح التفعيل الباكر للطلائع الانزيمات البنكرياسيه. في عندنا شيء اسمه موتانت تريبسين. التريبسين الطبيعي في له عمر نصف وبعدين بيتخرب، فالتريبسين الشاذ بيضل شغال فتره طويله. طفرة الداء الليفي الكيسة المعروفة، وفي أيضا طفرة أنتي بروتياز اسمها سبينك 1. أيضا الفرينات أو الكوابح تبعية طلائع الأنزيمات البنكرياسية بيكون فيها خلل فيحصل تفعيل باكر لطلائع الأنزيمات البنكرياسية. في عندنا قائمة طويلة جدا من الأدوية، انا بدي اركز على الادويه القلبيه، الايس انهيبيتورز، الاستاتينز، اللازكس. هاي ادويه يعني شائعه الاستخدام، ف عند المريض المسن القلبي اللي ما بنلاقي سبب
عم نتهم الأدوية القلبية بالتسبب بهجمات التهاب البنكرياس. جدول يحتوي عشرات الأدوية ممكن الرجوع له. في حالات نادرة أيضا يرافق الداء المعوي الالتهابي. أشيع سبب هو تأثير جانبي للميسالامين والأزاثيوبرين. ممكن يكون تظاهر خارج هضمي للمرض. الميسالامين أهم تأثيراته الجانبية يلي تستدعي إيقاف الدواء البنكرياتيتس والبلورايتس. مريض عم ياخذ ميزاكول، إذا صار معه التهاب بنكرياس واتهمنا الدواء فيه أو التهاب جنب، يجب إيقاف الدواء والبحث عن خيارات علاجية أخرى. طبعا نادر، يعني الداء المعوي الالتهابي نادر، والتسبب بالتهاب بنكرياس لسه نادر أكثر، لكن بحبوا هالحالة بامتحانات البورد تبعية البورد الهضمي. في أسباب نادرة ذكرناها بسلايد واحد، مثلا الحروق، إنتانات، معروف الإنتان بفيروس النكاف، يعمل التهاب بنكرياس والتهاب بالخصية بالإضافة للغدية النكفية. دودة الإسكاريس ممكن بآلية انسدادية. من الاختلاطات النادرة القرحة الهضمية، قرحة على الوجه الخلفي للمعدة تخترق جدار المعدة وتندخل في البنكرياس، وهو اختلاط نادر جدا وخطير جدا جدا. الفاسكولايتيس، الأورام أحيانا في حالات نادرة ممكن الورم الساد، يعني الانسداد ما يكون بحصاد وإنما بورم يتسبب بالتهاب بنكرياس. نادر هالشيء مع التهاب البنكرياس الحاد، لكن بالنسبة لالتهاب البنكرياس المزمن يصعب تفريق السرطان عن الالتهاب المزمن كما سنبين بعد قليل. انتهينا من العوامل المؤهبة. إذا أهم شيء من اللحظات الأولى نقول هل هو صفراوي بليري ولا نان بليري. ننتبه لموضوع ارتفاع الشحوم الثلاثية شائع بلدنا، وننتبه للالتهاب عند مرضى المقبولين في الجناح الجراحي، سواء طبيب الجراحة بدي يفكر فيهم أو طبيب الداخلية إذا تم استدعاءه لحالة لاستشارة في الجناح الجراحي. تشخيص التهاب البنكرياس، صار في عندنا مؤتمر كبير في أتلانتا بأمريكا سنة 92، وتم تجديد التوصيات سنة 2012. الحقيقة 2012 صار في تغييرات. هالمؤتمر شارك فيه مئات الخبراء، وكل خبير عنده خبرة عقود في تدبير الأمراض الهضمية، وبالتالي التوصيات كانت على درجة عالية من الموثوقية. التشخيص مثل ما بنعرف كلياتنا منا معيارين من ثلاثة: أعراض وأميلاز وطبقي. أعراض سريرية: ألم وصفي وأقياءات، نحكي عنهم بعد شوي، مع ارتفاع في الأميلاز أو الليباز أكثر من ثلاث أضعاف. إذا الأعراض غير وصفية أو التحليل ما كان حاسم، بنطلب طبقي في اللحظات الأولى، طبقي أو رنين طبعاً، من أجل تشخيص التهاب البنكرياس. بنحكي عن المعايير، إذا بدنا اثنين من ثلاثة أعراض وتحليل وتصوير مقطعي. ألم التهاب البنكرياس بيتميز عن معظم حالات الألم البطني، يبدأ بشكل مفاجئ، ألم شديد في منطقة الشرصوف. بالفحص بنشوف عندنا مضض واضح في الشرصوف، ممكن ينتشر إلى المراق الأيمن أو الأيسر أو إلى وسط الظهر تقريبا أسفل لوح الكتف. ممكن المريض ينحنى، يأخذ وضعية معينة لتخفيف الألم. يترافق الألم غالبا مع إقياء شديد. المريض بيقول لنا ما أكلت شيء ولسه عم يستفرغ. يستمر الإقياء رغم الصيام، يصير إقياء لمفرزات المعدة. بخلاف التهاب الأمعاء الحاد، الإقياء يعني الإقياء لا يشعر المريض بالراحة. مريض الالتهاب المعدي الحاد الخامجي بعد الإقياء أو الإسهال يشعر بشيء من الراحة. أما مريض البنكرياس تستمر الإقياءات رغم الصيام، ويستمر الشعور بالغثيان رغم الإقياءات المتكررة. يعني مو غلط أي مريض ألم بطني حاد وإقياءات نطلب له أميلاز ولو كان التهاب أمعاء حاد عادي. غالبا يعني مو غلط تطلب الأميلاز.
مرض بجس الشرسوف غالبا بيكون واضح، ممكن نشوف علامات خزل معوي قبليه واضحه، مريض من شده الالم ممكن نشوف التعرق والحمى وتسرع النبض والتنفس، دائما بندور على اليرقان، ممكن يعني من اللحظات الاولى من الفحص السمعي نتنبأ ان المشكله صفراويه المنشا، ايضا الفحص من اللحظات الاولى لازم يتضمن اصغاء الصدر وقياس الاكسجين، ممكن يترافق مع انصباب جنب او اي ار دي اس. في علامات نادره هاي بس بنشوفها بالامتحانات، هذا التكدم في منطقه السره بنسميها كولين ساين، علامه كولين، وتدل على نزف ضمن البريتوان. اما التكدم في الخاصرتين فتسمى علامه جراي تيرنر وتدل على نزف خلف البريتوان. هاي العلامات اذا كانت موجوده عند مريض التهاب بنكرياس بتدل انه التهاب بنكرياس نزفي، وهذا انذاره سيء جدا. علامات نادره جدا لكن وجودها يدل على انذار سيء جدا. تحاليل عنا نطلبها، وقت القبول موجوده باي اسعاف باصغر مشفى، بدنا تعداد دم كامل، وظائف كلي وشوارد، وظائف كبد لنشوف اذا كان صفراوي ولا لا، الشحوم الثلاثيه من البدايه مشان نعرف المريض ما نعمل له فصاله، ما نحطه على انسولين ام لا، السي ار بي يتناسب او احد المشعرات اللي بتعبر عن شده المرض. الاميلاز بالتاكيد ما نطلبه، لكن الاميلاز لا يعبر شده ارتفاع الاميلاز عن شده الالتهاب وعن يعني لا يتناسب شده ارتفاع الاميلاز مع شده الالتهاب مع سوء الانذار. الكت اوف المطلوبه هي اعلى بثلاث اضعاف من الحد الاعلى للطبيعي. كلاهما الاميلاز والليباز يرتفع باكرا، لكن الليباز بيتميز بشغلتين، اول شيء يستمر ارتفاعه لفتره اطول، وثاني شيء نوعيته افضل. يعني المريض اللي بيجينا بعد يومين او ثلاثه ممكن الاميلاز يكون صار ضعفه ونص ضعفين غير مشخص، فبنطلب الليباز بيضل مرتفع لعده ايام اخرى. ايضا الاميلاز ضعيف النوعيه، فمعظم حالات البطن الحاده احتشاء مساريقي، انسداد امعاء، انفتال بوق، انثقاب حشا، يرتفع الاميلاز لكن غالبا لا يرتفع ثلاث اضعاف. يعني عتبه ثلاث اضعاف للاميلاز بتعطي نوعيه جيده، بيضل الليباز نوعيته اعلى. في حالات سلبيه كاذبه لما بيكون عندنا هجمه حاده على ارضيه مزمنه ما بيكون ضل عنبات، بتكون معظم العنبات تليفت وما ضل اميلاز لحتى يتحرر للدم، وبالتالي ما بيكون الارتفاع كافي. مثل عندنا مريض مثلا تشمع كبد بيكون اند ستيج، الاس جي بي تي بيكون طبيعي، الخلايا الكبديه كلها تليفت وما ضل انزيمات تتحرر للدم. شيء مهم، في حال ارتفاع الشحوم الثلاثيه بيكون طبيعي بشكل كاذب الاميلاز والليباز، الجهاز ما بيحسن يقراهم بشكل دقيق. إذا شدة الأميلاز والليباز لا تتناسب أبدا، والله كان اليوم 2000 ثاني يوم 1500 عم ينزل، لا ما بنراقب الأميلاز نحن مشان نتنبأ إن المريض عم يتحسن أم لا. في عنا عدة سكورات بدنا نعدي عليها، ولا سكور على كثرة المشعرات ولا واحد فيها يضم الأميلاز أو الليباز كمشعر لشدة المرض، تفيدنا فقط في التشخيص. عن الكريات البيض اذا كانت مرتفعه جدا او منخفضه جدا هاي مشعر ان في عندنا استجابه التهابيه شغاله. الهيماتوكريت فوق ال 44% معناتها المريض متجفف، وخاصه اذا اعطيناه إماها وما تحسن الهيماتوكريت هذا يدل على انذار سيء. بروفايل الكبد لنشوف هل هو ناتج صفراوي المنشا ام لا، واذا ارقام الكبد ظلت مرتفعه فهذا ممكن يقول المريض بحاجة إلى ERCP عاجل. هاي تحاليل كل يوم نطلبها. وظائف الكلية اليوريا بتدل على التجفاف ولازم تنزل مع الإماها، إذا ما نزلت اليوريا مع الإماها معناتها أيضا المريض
خسران كمية كبيرة من السوائل ومعرض للاختلاطات. أي مريض عنده خسارة سوائل وعم نعطيه سوائل كتير، شيء بديهي من الراكب وظائف الكلية ليكون دخل بقصور كلي، راكب بولي وكرياتين، والراكب أيضا الصادر البولي. السي ار بي اذا كان يعني رقم مقترح من احدى الدراسات فوق ال 160 بعد 48 ساعه، طبعا سي ار بي الطبيعي 60، فهذا يدل على خطوره في الدخول بالتهاب بنكرياس شديد نخري. في صور من الطلبه بالاسعاف من اللحظات الاولى لتقييم المريض. صورة الصدر ليس لتشخيص التهاب بنكرياس بحد ذاته، ولكن من أجل تشخيصات تفريقية ومن أجل البحث عن اختلاطات. مثلاً الألم بطني وأوكياءات، ممكن يكون عندنا انتقاب حشى، بنشوف هلال غازي تحت القبتين، ممكن نشوف علامات انصباب الجنب أو الـ ARDS اللي هي الشدة التنفسية الحادة كاختلاف التهاب البنكرياس الشديد على شكل ارتشاحات خلالية في الساحتين الرئويتين. هاي هلال غازي تحت قبتي الحجاب. هون عندنا انصباب جنب أيسر. صورة الـ ARDS بعد شوي بنحطها. صورة البطن البسيطة أيضا يفضل أن تطلب من الإسعاف. مريض ألم بطني حاد وأقياءات. ممكن نشوف سويات، علامات انسداد أمعاء أو انفتال أمعاء. والانسداد والانفتال يعني تشخيص تفريقي للألم البطني الحاد والأوكياءات. ممكن نشوف تكلسات، التكلس في البنكرياس مشخص التهاب البنكرياس المزمن، فنعرف أن هاي النوبة هي هجمة حادة على أرضية التهاب بنكرياس مزمن. هون عندنا فقاعة غازية بتعبر عن توسع العروة المعوية المجاورة للبنكرياس، ردة فعل من الجسم لمنع انتشار الالتهاب، هاي بنسميها العروة الحارسة. طبعا اي حالة التهابية في البطن العروة المعوية المجاورة بصير فيها نوع من الخزل، نوع من الكسل، وبالتالي بتتوسع وتظهر الغازات فيها. هاي عندنا سويات متعددة، ممكن يكون عندنا انسداد امعاء ميكانيكي، واجى المريض بألم بطني حاد وأوكياءات، فهي تشخيص تفريقي، أو ممكن يصير عندنا انسداد أمعاء كاذب بسبب اضطرابات الشوارد خاصة نقص البوتاسيوم. انسداد الأمعاء الكاذب ممكن يكون اختلاط لالتهاب البنكرياس والاضطراب الشاردي الحاصل. وهي عندنا علامة اليو المقلوبة، هي انفتال الامعاء، انفتال كولون السيني، ما هو اختلاط ولكن تشخيص تفريقي لمريض حضر بشكايه الم بطني واوكياءات. اذا روتينيا في الاسعاف بنطلب التحاليل اللي ذكرناها، بنطلب صوره صدر وصوره بطن بسيطه، يعني ما نتسرع ان المريض الم بطن واوكياءات واميلاز خلاص التهاب بنكرياسات. الارتفاع الاميلاز له اسباب متعدده، هاي استقصاءات سهله ومتوفره ونتيجتها سريعه. الايكو هلق اصولا الايكو هو لطبيب الاشعه، لكن طبيب الداخليه وخاصه الهضميه لازم يكون عنده يعني المام الى حد ما بشغلات بالايكو، خاصه ما يتعلق بالكبد والمراره والبنكرياس والبحث عن سائل حر. هاي المفروض اي طبيب في الاسعاف يلقي نظره سريعه. لا مانع من الاستعانة بخبرة أخصائي الأشعة لاحقا، لكن بالإسعاف في الساعات الأولى بنشوف حصيات المرارة، بنشوف توسع القناة الجامعة، ممكن إذا كانت إيدنا دقيقة نشوف تجمعات سائلة في منطقة البنكرياس، أو ممكن نشوف حتى السائل الحر في البطن. هاي مهارة أساسية لأي طبيب إسعاف ولأي طبيب داخلية وجراحة، ما هي تعدي على اختصاص طبيب الأشعة، خلي خبرة طبيب الأشعة للشغلات الأصعب. إذا الإيكو حتى لو كان ما كثير دقيق في تشخيص حصيات القناة الجامعة، بكفي يشوف أن توسع القناة الجامعة، حصيات في المرارة، سماكة في جدار المرارة، سائل حر في البطن، هاي معلومات مهمة جدا ويمكن الحصول عليها من الساعات الأولى.
احنا بنقارن قطر القناة الجامعة، عندنا هون الصورة تحت، توسع للقناة المرارية وللقناة الصفراوية الجامعة. عندنا فوق هاي مرارة، وفي عندنا حصيات في عنق المرارة، وفي شوية سماكة في جدار المرارة. نحن بنقارن سماء أو قطر القناة الجامعة لحظة قبول المريض في الإسعاف، وثاني يوم الصبح مثلا بنشوف إذا عم يزيد ولا عم ينقص، الانسداد عم يتفاقم ولا عم يتحسن. هون أيضا في عنا إلى اليسار الجي بي جول بلادر المرارة، وفي عنا سماكة في جدار المرارة ووذمة حوله. وهون في عنا توسع في القناة الصفراوية الجامعة وحصات مشاهدة في الجزء البعيد. طبعا كل ما كانت القناة متوسعة أكثر، كل ما كان كشف الحصيات فيها أسهل. الإيكو متوسط الحساسية لكشف حصيات القناة الجامعة، لكن ممتاز لكشف توسع القناة الجامعة. عتبة التوسع 5 أو 6 ملم حسب المرجع، أكثر من 5 أو أكثر من 6 ملم نقول القناة متوسعة، وهذا قد يدل على حصاد فيها. بالنسبة للطبق المحوري بنقول باختصار في الساعات الأولى بنطلبه إما لحسم التشخيص، لما بيكون عندنا الأعراض أو الأميلاز واحد فيهم ما هو حاسم، نحن بدنا 2 من 3 أعراض أميلاز طبقي، أو للبحث عن تشخيص تفريقي آخر لشكاية المريض. أما إذا كان الهدف نشوف التهاب البنكرياس خفيف ولا شديد، دخل بنخر أم لا، فيفضل أن أجله 2 أو 3 على الأقل. الطبق الباكر لحسم التشخيص، والطبق المتأخر من أجل البحث عن تطور نخر وتطور تجمعات سائلية، وبالتالي تحديد شدة التهاب البنكرياس الحاد. إذا أنا عم بدور على نخر، من الخطأ أن أطلب الطبق في اليوم الأول، ما رح شوف أي شيء. هون المقطع، هون ما بعرف اذا اللون واضح عندكم، هاي البنكرياس حرف البي، وهاي المنطقه اللون الرمادي اكثر منخفضه الكثافه، بانكرياتيك نيكروزيس. في عندنا تنخر واسع في البنكرياس، والاسهم تشير الى منطقه تعكر الشحم او بنسميها فات ستراندنج، هاي تعكر الشحم حول اي حشا دليل على حاله التهابيه في هذا الحشا. فهاي حاله نخر في نسيج البنكرياس مع تعكر في الشحم المحيط. الكورس كيف تتطور الاختلاطات. التهاب البنكرياس الحاد فينا نشبهه مثل حريق، بدأ بعود ثقاب أو عقب سيجارة شلفناه، وحصلت الشرارة الأولى وأطلقت حريق واسع. ففي اللحظات الأولى بيصير عملية الهضم الذاتي، هاي أطلقت شرارة استجابة التهابية جهازية. الالتهاب من علامات توسع الأوعية وزيادة النفوذية، وبالتالي ضياع السوائل الغنية بالبروتين إلى جوف البريتوان وإلى خلف البريتوان، يعني إلى الحيز الثالث بنسميه، وبالتالي نقص الحجم الوعائي، هيمو كونستريكشن أو تركز الدم، وبالتالي اختلاطات متعددة. أما سريريا، هاي نحن قلنا الباثولوجي تبعية الالتهاب. سريريا علامات الالتهاب الحمى، الترقع الحراري وتسرع النبض والتنفس وارتفاع الكريات البيض. هل الاستجابة الالتهابية تؤدي إلى أورجان فيلير؟ أهم شيء 3 أعضاء، الدورة الدموية وقصور الكلية وقصور تنفسي. الإنتان غير وارد أبدا في الأيام الخمسة الأولى. الالتهاب يبدأ بشكل كيميائي بحت، بدءا من الاسبوع الثاني بقى ممكن تتطور الاختلاطات المتاخره، ممكن البكتيريا تغزو البنكرياس ويحصل انتان ضمن النسيج البنكرياسي، ممكن يصير عندنا قصور مستمر في الاعضاء البعيده، وهذا بصير بدل على انذار سيء. التصنيف القديم يعني اللي تغير عام 2012 تقريبا، التصنيف السابق يلي كلنا درسناه في الكليه، ان التهاب البنكرياس عندنا خفيف
أو شديد، الخفيف يعني وتمي والشديد يعني نخري. وهذا التصنيف أعيد النظر فيه لأنه فقط بيطلع على البنكرياس. إذا في عندنا تنخر في البنكرياس هذا شديد، وإذا ما في عندنا تنخر في نسيج البنكرياس فهذا التهاب وتمي أو خفيف. لكن التصنيف الجديد ينظر إلى الأعضاء المحيطة في البنكرياس، يعني اختلافات موضعية، وأيضا يقيم الأعضاء البعيدة وليس فقط نسيج البنكرياس، يقيم الاختلافات الموضعية وقصور الأعضاء البعيدة، وبالتالي صار عندنا تصنيف خفيف ومتوسط وشديد. إذا كان في عندنا أورجان فيلير ومستمر أكثر من 48 ساعة هذا سيفير بانكرياتيتس، يعني مريض دخل بقصور كلية وطول، هذا اسمه التهاب بنكرياس شديد حتى لو كان ما في تنخر في نسيج البنكرياس. إذا كان في عنا قصور عضو ولكن رجع للطبيعي خلال 48 ساعة، أو صار عنا أي شيء من الاختلاطات الموضعية مثلا تجمع سائلي أو تنخر، هذا اسمه التهاب متوسط، متوسط الشدة. أما الالتهاب الخفيف ما بصير عنا لا اختلاطات موضعية ولا اختلاطات بعيدة. إذا أكثر شيء بيعبر عن شدة التهاب البنكرياس هو الأورجان فيلير أو قصور الأعضاء. طبعا المتوسط وفياته أعلى من الخفيف، والشديد وفياته أكثر الكل. الخفيف تقريبا وفياته 1-2%، المتوسط بحدود 5%، والشديد 15%، ممكن توصل ل 30% إذا ترافق مع نخر وأنتان ضمن النخر. إذا 1-2% إلى 5-15% حتى 30%. خفيف لا اختلاطات موضعية ولا قصور أعضاء. المتوسط إما اختلاطات موضعية أو قصور أعضاء بشرط أن يكون عابر. مجرد ما صار عندنا persistent organ failure هذا اسمه severe acute pancreatitis حتى لو كان نسيجيا وذمي وليس نخري، قصور عضو واحد أو أكثر. هون تمثيل لكورس المرض. في المرحلة الباكرة استجابة التهابية أول أسبوع، بدءا من الأسبوع الثاني الاختلاطات البعيدة والإنتان وفشل الأعضاء. حسب الشدة خفيف ومتوسط وشديد أساسا على وجود أو عدم وجود أورجان فيلير. نسيجيا وذمي أو نخري. الوذمي إذا طولت أكثر من 4 أسابيع، الوذمي التجمع السائلي بعد 4 أسابيع يحاط بغلاف ليفي ويسمى بالكيسة الكاذبة، ما نحكي عنها بعد شوي. أما النخر إذا صار في عنا تميع بالنخر والدبريز أو الحطام محيطة بمحفظة ليفية، هذا اسمه وول أوف نيكروزيس أو النخر المحجر. إذا حتى ينحط السائل أو النخر المتميع بغلاف يحتاج إلى 4 أسابيع على الأقل. إذا الاختلاطات الموضعية تجمع سائلي ضمن البنكرياس أو خارج البنكرياس، تنخر في نسيج البنكرياس أو في الدهون المحيطة فيه، حبل بنكرياسي أو انصباب جنب بنكرياسي، وممكن عندنا خثار الوريد الطحالي. هاي تعد اختلاطات موضعية. الكيس الكاذبة والنخر المحجر من الاختلاطات الموضعية المتأخرة. بالنسبة لقصور الأعضاء أهم شيء هي الفشل الدوراني والكلوي والتنفسي. ممكن نصنف معها أيضا التغيب الوعي. هون في تعاريف محددة، مثلا الفشل الدوراني بيكون الضغط عندنا الانقباضي أقل من 11، الفشل التنفسي الأكسجين تحت 90، والفشل الكلوي ارتفاع الكرياتينين فوق 2. مجرد وجود فشل عضو على الأقل، المريض التهاب بنكرياس متوسط الشدة على الأقل. إذا استمر فشل العضو أكثر من 48 ساعة خلص صار سيفير. نحكي شوي على المضاعفات. الـ ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome سريرياً هي الزلة التنفسية الشديدة، نقص الأكسجين مترقي. السبب في سياق الاستجابة الالتهابية وتوسع الشعريات الدموية، بصير عندنا ارتشاح للسوائل حول الأسناخ الرئوية
وبالتالي وذمة رئوية تبدو شعاعيا على شكل ارتشاحات خلالية منتشرة في الرئة، نقص أكسجة مترقي. هون المريض يحتاج إلى قبول في العناية، ينحط على منفسه مع ضغط إيجابي في نهاية الشهيق. هاي طبيب العناية بيضبط أعدادات المنفسة حيث يكون عندنا ضغط الهواء إيجابي في نهاية الشهيق لما يصير عندنا انخماص في الأسناخ. اختلاطات قلبية لالتهاب البنكرياس الحاد، اضطرابات نظر بسبب اضطرابات الشوارد والالتهاب المنتشر. بتذكر أحد الزملاء عمل دراسة على الاضطرابات التخطيطية عند مرضى التهاب القلبية وقصور قلب وصدمة قلبية. غالبا الصدمة تستجيب للإيماء، هي صدمة بآلية بسبب نقص الحجم. مضاعفات الاستقلابية، نحن قلنا فرط الكالسيوم هو السبب لالتهاب البنكرياس، لكن نقص الكالسيوم هو من الاختلاطات والتي تدل على التهاب شديد. الكالسيوم يتفاعل مع الدهون حول البنكرياس وبشكل تكلسات أو اللي نسميها تفاعلات التصبغ، فنقص الكالسيوم يدل على استهلاك كمية كبيرة منه بسبب الالتهاب الشديد. نقص الألبومين غالبا بيكون بسيط، إما بسبب ضياعه مع السوائل الضائعة ضمن وخلف البريكوان، أو بسبب انشغال الكبد بصنع البروتينات الالتهابية بدلا من صنع الألبومين. ممكن يكون عندنا ارتفاع سكر الدم بسبب الستريس الحاصلة، فالمريض بده مراقبة متكررة لسكر الدم مع تعويض الأنسولين بحذر، لأني كمان نخاف من هبوط السكر. في مضاعفات نادرة جدا، اعتلال دماغي، أي مريض عنده حالة التهابية شديدة وضياع شديد للسوائل، ممكن يصير عنده confusion أو أهلاس أو هذيان. الهذيان شائع عند مرضى الحالات المرضية الحرجة. في اختلاط نادر، نزوف ضمن شبكية العين ويؤدي إلى فقد مفاجئ للرؤية، بيتسمى بروتسبر ريتينوباثي. الداء السكري هو اختلاط ولكن متأخر بعد التهاب البنكرياس. التهاب البنكرياس الحاد بطيب، لكن نسبة تصل إلى واحد من كل سبع مرضى بيدخلوا بالتهاب بداء سكري بعد هجمة التهاب البنكرياس الحاد. التهاب البنكرياس الحاد معروف أحد أسباب الالتهاب المزمن. هجمة التهاب حاد وحيدة خطورة الإزمان 10%، هجمتين ترتفع خطورة الإزمان إلى 30%. إذا يوجد شيوع معتبر لإزمان التهاب البنكرياس بعد هجمة حادة. السودوسيست والوالد أو الوالد أوف نيكروزيس هي عبارة عن تشكل محفظة ليفية، طبعا ليست محفظة حقيقية، لا تحوي خلايا ظهارية. إذا هالمحفظة تشكلت حول تجمع سائلي، هاي بنسميها سودوسيست أو كيسي كاذبة. أما إذا تشكلت المحفظة حول نسيج نخري متميز، فهي بنسميها الوالد أوف نيكروزيس. هاي صورة لكيسي كاذبة كبيرة مكان الأسهم وتضغط على المعدة، شايفين المعدة مكان النجمة كيف منضغطة بشدة. طبعا الكيسي الكبيرة يعني عم تعمل أعراض انضغاطية بدها معالجة. محتوى الكيسي بيكون سائل متجانس الكثافة، كثافته منخفضة وكل محتوى بيكون سائل. وهون عنا تنخر واسع، الأسهم بتشير إلى ما تبقى من النسيج البنكرياسي، وعنا منطقة واسعة من التنخر محاط بأيضا محفظة كاذبة. المحتوى بيكون غير متجانس، عبارة عن نسيج نخر متميع منخفض الكثافة مع بعض الحطام الصلب جواته. طبعا هذا بشكل عام أسوأ من السودوسيست، وخاصة إذا صار في عنا إنتان ضمن النخر. Infected necrosis هذا يترافق مع نسبة وفيات 30%، هي أسوأ أشكال التهاب البنكرياس الحاد.
اما الانفكتيف نكروزس او التهاب البنكرياس الحاد عند مرضى الجراحه والرضوض، ايضا وفيات حوالي 30 35%. هلا نحن اجانا مريض التهاب بنكرياس حاد في الساعات الاولى، مين يلي بده يتحول الى متوسط الشده او شديد، ومين يلي بده يضل التهابه خفيف. في الحقيقه في عده سكورات، نحن بنعرف اشهر شيء رانسون، في اباتشي، في جلاسكو سكور، في البايزاب، في سكورات كثيره، لكن ولا واحد فيها موثوق 100%. وغالبا استخدامه يعني بهدف البحث العلمي اكثر ما يكون للمتابعه اليوميه للمرضى. نحن سابقا كنا نعتمد على سكور رانسون، لكن الابسط منه البايزاب. البايزاب اختصار لعباره وهي نفس الحروف، هي مكونات سكور بيت سايد اندكس اوف سيفيريتي اوف اكيوت بانكرياتايتس، او مشعر شده التهاب البنكرياس الحاد اللي يمكن حسابه الى جانب المريض. البي يعني ارتفاع في البولي في اليوريا، والاي اللي هي التخليط الذهني امبير ميتال ستيتس، والاس استجابه التهابيه جهازيه راح احكي عن معاييرها، وعمر المريض المتقدم وانصباب الجمع. كل معيار بيتحقق بيعطي نقطه، فهي اذا مشعرات بسيطه ويمكن حسابها بسهوله. المريض يلي بيحقق 3 نقاط بيكون انذاره سيء ونسبه وفياته اعلى. الاستجابة الالتهابية الجهازية 2 من 4 اللي هي تسرع نبض أو تنفس أو حمى أو ارتفاع كريات بيض، أيضا هاي بحد ذاتها ممكن نعتبرها سكور 2 من 4، إذا حمى وتسرع نبض وتنفس وارتفاع كريات بيض، أو هي بتكون أحد معايير البايزاب. هدول السكورين البايزاب والسيرز هن الأبسط ويمكن اعتمادهم، ودقتهم تضاهي السكورات المعقدة مثل الأباتشي والرانسون. لكن بصراحة كرأي شخصي متواضع ورأي أساتذتنا أني نحن نتابع المريض بشكل يومي، مجرد ما دخل بقصور عضو أو أكثر هذا المريض خطورة. إذا صار عنده تخليط ذهني، إذا صار عنده نقص أكسجي أو علامات سريرية لانصباب جنب أو وذمة رئة، إذا صار عنده صدمة دورانية، طبعا قياس الضغط المركزي ليس روتيني، لكن المريض اللي بنحسه تعبان بنركب له سي في لاين ونتابع الضغط المركزي. اذا المريض استمر المه الشديد، اذا دخل بالمريض بشح بولي او الكرياتينين بلش يترقى، الاضطرابات الاستقلابيه نقص الكالسيوم وارتفاع السكر، اذا صار عند المريض نزف هضمي او اذا كان اليرقان مترقي، كل واحد من هالمعايير يسيء للانذار، كل اورجان فيلير يسيء للانذار. فانا بتابع الالم، بتابع الوظيفه العقليه، الوظيفه الدورانيه والتنفسيه والادرار البولي، واي عضو بيفشل المريض دخل بانذار سيء. احسن ما اكون مقيد والله المريض اخذ نقطتين على سكور فلان و3 نقاط على سكور فلان. فالمتابعه اليوميه للحاله السريريه للمريض عمليه اكثر. إذا كنا منا نعمل سكور، فالبايزاب يمكن حسابه بسهولة وممكن نسجله على المشاهدة اليومية للمرضى، ممكن نحسبه أكثر من مرة في اليوم حتى. هاي مكونات الخطة العلاجية، الإماها، الان جي تيوب، التغذية، أي ما أتمنى ندخل الطعام للمريض، ما هو مسكن الألم الآمن، ما هو دور الصادات، وقلنا التهاب بنكرياس بفرط الشحوم بيتميز بالفصالة والمناورة بالأنسولين، رح نحكي عنه بشيء من التفصيل. الإماها قلنا أكثر من مرة أني منذ اللحظات الأولى صار عندنا استجابة التهابية في كل الجسم وتوسع أوعية وضياع للسوائل، وبالتالي تركز الدم، وبالتالي المريض معرض لقصور اعضاء متعدد. انا ما بدي انتظر يوم اثنين وثلاثه لاعرف مين المريض اللي بيدخل بقصور او بيدخل بالتهاب بنكرياس شديد ومين لا. فيفضل من البدايه حتى المريض هو بالاسعاف اماها سريعه. احد المقترحات 250 ملي على الساعه، يعني ما يعادل 6 لتر،
طبعا هذا المقترح ما هو الزامي، لكن المريض بده اماهه وافره، رينجر او سيروم ملحي. ما في دراسه بتقول شيء افضل من شيء هيك بشكل كثير موثوق. عاده الرينجر هو المفضل، لكن اللي السيروم الملحي اعطائه صحيح تماما ممكن نعطيه بشكل عالي، مو ضروري المضخه او السرعه حرفيا تكون هيك. المهم المريض بده اماهه وافره، وخاصه من لحظه التشخيص الاولى في الاسعاف. ست لترات في اليوم ما هي دستور نلتزم فيه حرفيا، ولا اني نلتزم حرفيا بالسرعه المضخه. المهم الفكره الاماهه الوافره، لان في عندنا ضياع كبير للسوائل ضمن وخلف البريكوار. تسكين الالم، المسكنات المحيطيه الاعتياديه ما بتساوي شيء. المريض بده مسكن مركزي المتوفر وسعره مقبول بمشافينا هو المورفين. نعم هو بيزيد تشنج، بيزيد التون تبعت مصر تقولي، وممكن ان يرفع الاميلاز قليلا، لكن لم يثبت ابدا انه يسيء الى التهاب البنكرياس سريريا. باكبر مراجع الهضميه مكتوب ان المورفين يعطى بامان لمريض التهاب البنكرياس الحاد، وان كان المفضل نحط فنتانيل او هيدرومورفون ضمن مضخه والمريض يعدل بسرعه المضخه. ما بتوقع هالخطوه عمليه مشافينا، لكن نحن بنحط مورفين وبثقه مطلقه اني ما راح يسيء الى شده التهاب البنكرياس الحاد ان شاء الله. الان جي تيوب، اي مريض حاله بطن حاده، الم بطني حاد، ممكن نحطه كنوع من التنفيس ليخفف الضغط عن المعده، فهو مناوره علاجيه بخفف شوي الالم البطني، بخفف الاقياء، لكن وضعه ما هو الزامي، ما هو توصيه صارمه اني نحط ان جي تيوب. ممكن اذا مناوره احد خيارات تخفيف الاقياء وتخفيف الالم البطني. طبعا من اسباب الاقياء نقص البوتاسيوم الشديد الناتج عن الاقياءات، و الميتوكلوبرامين والاندوسترون كلاهما يعطى بشكل امن، ومشاركتهم ايضا ممكن نعطيها. اذا ممكن ننتبه لاضطرابات الشوارد ونعطي مضادات اقياء بتخفف الازعاج عند المريض. بالنسبه للتغذيه ايضا هاي نقطه كثير مهمه تغيرت. سابقا كان الاعتقاد انه اي وارد فموي بياخذه المريض ولو نقطه مي بتشغل البنكرياس، مجرد ما افرز البنكرياس اكثر زاد الهضم الذاتي اكثر، وبالتالي زادت شده التهاب البنكرياس. فكان اذا كان ولا بد من نغذي المريض ندخل انبوب انفي حتى الصائم، يعني نتجاوز المعده والعفج وندخل بتوجيه الاشعه الى الصائم، مشان اذا غذينا المريض ما نشغل البنكرياس. الفهم الاوسع للمرض ان الهضم الذاتي يحصل فقط في اللحظات الاولى، يعني اذا فاتت نقطه مي او طعام خفيف على المعده بعد ما بدا التهاب البنكرياس ما راح يسيء للانذار وما راح يزيد الهضم الذاتي. الخلاصه من دراسات عملاقه راندومايز كنترول تريالز ومن توصيات الاي جي اي اللي هي الامريكان جاسترواينترولوجي اسوسيشن، ان يجب محاوله الادخال الباكر للطعام باكرا ما كان عند المريض، سواء كان التهاب بنكرياس خفيف او متوسط او شديد. يعني كنا سابقا ممنوع المريض بالشفايف وبنقطه مي، اليوم لازم نحاول ندخل الوارد الفموي حتى لو كان سيفير بنكرياتاكس، حتى لو كان مريض عيني مشدده. هلا الاختلاف بتفاصيل صغيره بين الدراسات، اني بدخل بالاول سوائل ولا مثلا سكاكر بسيطه هضمها سهل، يعني نوع الطعام وهيك الاختلاف، لكن المتفق عليه بدراسات كبيره ان اليوم تشغيل الامعاء بدل من اراحه الامعاء هو المطلوب. بمجرد ما يخف الالم عند المريض، بمجرد ما تخف الاقياءات، بنحاول ندخل الطعام شوي شوي. بالتأكيد من اللحظات الأولى المريض إذا طلب يشرب مي لازم نسمح له. للأسف عم نشوف مرضى بسبب التعليمات الصارمة إني ممنوع تشرب، عم بيدخلوا بالتهاب لسان وفم فطري بسبب التجفاف الشديد.
الوارد الفموي الآلية الفيزيولوجية بيحمي الحاجز المخاطي في الأمعاء، وبالتالي يمنع الفلورا بالأمعاء من الانتقال إلى البنكرياس والتسبب بإنتان في النسيج البنكرياسي. التأخر في إدخال الوارد الفموي يسمح للبكتيريا باختراق جدار الأمعاء وغزو البنكرياس، وهذا الإنتان لا يحصل قبل اليوم الخامس. إذن الكلام عن الصادات مرتبط بالكلام عن التغذية. التهاب البنكرياس يبدأ بآلية كيميائية مثل ما قلنا، تفعيل الباكر للتريبسينوجين، هضم ذاتي، استجابة التهابية جهازية. هاي الطور الأول 5 إلى 7 أيام. لاحقاً البكتيريا الإنتان غالباً بتجي من الأمعاء، بصير عنا لما نحن ما بنشغل الأمعاء بصير عنا بكتيريا الأوفر جروث أو فرط نمو جرثومي، وهاي البكتيريا بتخترق الأمعاء وتدخل إلى النسيج البنكرياسي. إذن الإنتان ضمن البنكرياس غير وارد في الأيام الخمسة الأولى. ما في داعي أن أعطي صادات للبنكرياس نفسه في الأيام الأولى للمرض، حتى في جمعيات تنصح بعدم أعطاء الصادات مشان ما أعطي مجال لإنتان انتهازي بالفطور. في وجهة نظر أني نعطي صادات، إما بيكون عنا أثبتنا شيء اسمه infected necrosis، يعني صار في عنا تنخر وإنتان ضمن النخر، أنا أخذت رشافة من النخر وزرعته وطلع إيجابي بالزرع، أو مجرد ما أشوف تنخر واسع بنعطي الصادات وقائية، أو أنا إذا شفت إنتان في مكان آخر، إنتان بولي، إنتان صدري، عالجته. أما التهاب البنكرياس نفسه من غير الوارد أبدا في الأيام الخمسة الأولى أن يكون جرثومي. أفضل شيء الإميبينين والكيلولونات والميكرونيدازول. إذا infected necrosis مثبت أو نخر أكثر من ثلث مساحة البنكرياس هون عم نعطيها وقائية، أو إذا كان عندنا إنتان في مكان آخر مثلا انسداد صفراوي وصار عند المريض ركودة صفراوية وحرارة، خفنا يكون دخل بإنتان طرق صفراوية صاعد، هون ممكن نغطي بالصادات. لكن لازم نعرف أن البنكرياس نفسه أول 5 أيام بيكون التهاب كيميائي عقيم، ولا دور للصادات، بل قد تكون الصادات ضارة. إذن عدم أعطاء صادات والتشجيع على التغذية الباكرة في الأيام الأولى، هاي الشيء يلي تغير. الاي ار سي بي ممكن يكون عاجل الحاحي او بارد بهدف تنظيف القناه الصفراويه من الحصيات. الاي ار سي بي العاجل بده يكون عندنا اما تقيح او انتان طرق صفراويه صاعد، او يكون عندنا الدلائل التصويريه والمخبريه على الانسداد الصفراويه مترقيه. نشوف القناه الجامعه متوسعه واستمر التوسع او تفاقم، البيروبيل والالكالين فوسفاتاز مرتفعة وعم تترقى، أحد الأرقام المقترحة بالروبين فوق 5، أو نشوف بشكل بالجرم المشهود نشوف فحصات داخل القناة الصفراوية. هون المريض بده أرجنت ERCP، علما أن الـ ERCP العاجل حتى لو كان في الوفية ممكن يسرع الشفاء، يقلل البقية في المشفى، لكن ما في دليل أنه بيقلل نسبة الوفية. موضوع استئصال المرارة موضوع فيه شوية خلاف. أي مريض التهاب بنكرياس حصوي لازم تنشال المرارة. إذا كان الالتهاب خفيف تنشال المرارة طبعا جراحة تنظيرية خلال نفس الاستشفاء قبل تخريج المريض من المشفى. إذا كان الالتهاب متوسط أو شديد يفضل تأجيل الجراحة، لأن بيكون في اختلاطات كثيرة إذا عملنا إذا دخل الجراحة على بنكرياس ملتهب بشدة. هلق يفضل لما بدنا نشيل مرارة محصات والحصيات عملت اختلاط خارج المرارة اللي هو التهاب بنكرياس، يكون عندنا استكشاف القناة الجامعة أثناء العمل الجراحي
بتمحقن مادي ضليلي، تنعمل الجراحه بغرفه عمليات فيها قوسي، ويتم تصوير ظليل للقناه الصفراويه، ويتم استكشاف القناه الجامعه. ممكن في شيء اسمه انترا اوبريتد اي ار سي بي، او ممكن الجراح اذا كان ما في دليل على اني يعني حصارت عدت وراحت، رجع قطر القناه الجامعه للطبيعي، رجعت الوظائف كلها للطبيعي، فاحتمال الحصات ضعيف. ممكن الجراح يشيل المراره، وبعدين اذا ظهرت اعراض على المريض يعمل شيء اسمه بوست اوبريتيف اي ار سي بي. يعني المريض اللي عنده التهاب بنكرياس حصوي المنشا لابد من استئصال المراره، ولابد من تقييم القناه الجامعه قبل الجراحه او اثناء الجراحه او بعد الجراحه. خلاصة الكلام، إذا التهاب خفيف ممكن نشيل المرارة فورا، إذا التهاب بنكرياس متوسط أو شديد تؤجل الجراحة عدة أسابيع لتقليل اختلافات الجراحة. الكيسات الكاذبة غالبا بتزول عفويا، وبالتالي غالبا تحتاج إلى مراقبة، إلا إذا كان حجمها كبير ضاغطة على المعدة، أو حجمها فيه تزايد، أو بلشت تختلط، وأخطر اختلافاتها هو السودو انيوريزم او ام الدم الكاذبه، هاي بدها علاج جراحي. ام الدم الكاذبه والنواسير ما نحكي عنهم بعد شوي مع التهاب البنكرياس المزمن. لان الكيسات الكبيره الضاغطه ذات الحجم المتزايد او المختلطه بنواسير وام دم، هاي استطباب للجراحه. الكيسات الصغيره غير العرضيه تراقب، وهي بتشكل معظم الكيسات. الانفكتد نيكروزيس والخراجات، نحن درسنا، انا على ما اذكر درسته بالداخليه وبالجراحه، ان استطباب مطلق لجراحه واسعه. اليوم الانفكتد نيكروزيس يلي بترافق مع وفيات عن ثلث المرضى ما هو استطباب مطلق للجراحه. نحن بنحاول نغطي المريض بصادات واسعه الطيف لحتى نسيطر شوي على الانتان ليصغر حجم النفر. ممكن يطيب المريض على الصادات فقط، او اذا احتاج لجراحه يكون تنظير بسيط ومحدود، ما تكون جراحه كبرى. ايضا هاي احد النقاط اللي تغيرت، اني النيكروزس سواء كان عقيم او منتن نحن بنحاول نعالجه بشكل محافظ بالصادات، وما نتدخل بجراحه تنظيريه واسعه، وانما تنظير محدود وقد لا يحتاج للجراحه مطلقا. علامات الانذار السيء ذكرناها، من نرجع من عيده، اي اورجان فيلير، التنخر في نسيج البنكرياس، الوفيات تقريبا 10-15% اذا كان منتن ترتفع الى 30%، فشل الاماهه يلي بنستدل عليه ان الهيماتوكريت ما عم ينزل على 44%، او اليوريا ما عم تنزل، او المريض دخل بشح بولي، انتان الطرق الصفراويه الصاعد، ايضا انذاره سيء. والأسوأ أن يترافق مع تخليط ذهني وصدمة. البدانة المرضية أيضا، مرضى البدانة لوحظ أن نسبة الوفيات عندهم أعلى، والمريض يلي عنده أمراضيات مرافقة أكيد، يعني التهاب بنكرياس عن مريض عمره 70 سنة مو مثل عن مريض عمره 30 سنة، مناعته مقاومة جسمه بتختلف، وخاصة إذا في كوموربيديتي أخرى مكسرة معوقة. هي كنا خلصنا كلام عن التهاب البنكرياس الحاد، معظم المعلومات بنعرفها. بنذكر باهم الشغلات اللي تغيرت، اول شيء الاماهه السريعه من اللحظات الاولى بغض النظر عن اي سكور، ثاني شيء لا دور للصادات في الايام الاولى، محاوله ادخال التغذيه باكرا ما امكن بشكل فموي مباشر، لا داعي لتركيب ان جي تيوب، بمجرد توقف الالم و الاقياءات بنحاول ندخل التغذيه. التصنيف اليوم يعتمد اكثر شيء على وجود اورجان فيلير، فانا بدي اراقب يوميا الوظيفه العقليه، الوظيفه التنفسيه والدورانيه والكلويه للمريض، اي اورجان فيلير يدفع يسيء للانذار. الجراحه ليست استطباب مطلق للانفكتد نيكروزس، بل ممكن ان يشفى بالعلاج المحافظ بالصادات فقط. التهاب البنكرياس المزمن عم بصير عندنا نسيجيا تليف
وتخرب في العنبات وفي النسيج داخلي وخارجي الافراز، شكليا بالوظائف التصويريه بالاستقصاء التصويريه بنشوف تكلسات، بنشوف توسع القناه وتضيق وحصيات في القناه البنكرياسيه. اذا تبدلات شكليه في القناه وفي البرانشيم وتبدلات وظيفيه على حساب النسيج داخل الافراز وخارجي الافراز. اهم المؤهبات هو الكحول بشكل اكثر من نصف الاسباب، لذلك يعني بحمد الله نادر عنا لان مرض التعامل معه صعب جدا. التهاب البنكرياس الحاد قلنا الهجمه الواحده فيها خطوره ازمان 10%، الهجمه الثانيه ترتفع الى 30%. التدخين سبب يعني فينا نقول يشتعل ويساعد على الاشتعال، يسبب التهاب بنكرياس مزمن وايضا يسرع من الاذيه الحاصله بعوامل اخرى. فرط نشاط جرات الدرق هون نسبه 2% مذكوره بالحاد، فرط الكالسيوم سبب نادر جدا للحاد لكن موجود عند 2% من الالتهاب المزمن. في نمط نادر اسمه تروبيكال بانكرياتيتس، نادر عنا لكن بيحكوا عنه بالدراسات بافريقيا وبالهند ومرتبط بسوء التغذيه، حتى استجابته لبعض المناورات العلاجيه شوي مختلف عن التهاب البنكرياس المزمن باوروبا وامريكا اللي ناتج عن الكحول. الاوتو اميون بانكرياتيتس المناعي الحقيقه ممكن يعمل التهاب بنكرياس حاد او مزمن، مذكور اكثر مع المزمن. هو عباره عن مرض مناعي ذاتي، الشكل الاشيع هو التايب 1 يلي بيترافق مع رشاحه من البلازميات ذات ايجابيه لمستقبلات ايجابيه للاي جي جي 4. هذا جزء من مرض تليف منتشر في الغدد اللعابيه خلف البريتوان في القناه الصفراويه. فعلى التصوير بنشوف مثل الكتله في البنكرياس، لكن هذه الكتله تزول وتذوب بالعلاج بالستيرويدات. في نمط مناعي ذاتي نادر وهذا بيكون معزول، النمط الثاني يكون معزول في البنكرياس قد يترافق مع الداء المعوي الالتهابي. اذا الاوتو اميون بنكرياتيتس له نمطان، النمط الاول بشكل 90% من الحالات هو جزء من تليف جهازي واسع مرتبط بخلايا بلازميه ذات ايجابيه لمستقبلات الاي جي جي 4، تليف في الغدد اللعابيه وخلف البريتوان وفي البنكرياس وفي القناة الصفراوية. والتايب 2 هو التهاب مناعي ذاتي معزول في البنكرياس، كلاهما يستجيب للستيرويدات لكن النمط الأول يترافق مع معدل نفس أكبر. هذا الاوتو اميون بنكرياتيتس نادر جدا بالممارسه لكن ايضا بالامتحانات البر. اذا بكره الشباب بدها تقابلهم لجنه اوروبا وامريكا اكيد راح يسالوهم عنه. سريريا اهم الاعراض واشعه واكثر عرض يعني يقض مضجع جهود الرعايه الطبيه هو الالم البطني. له صفات متعدده، الم بطني شديد في الشرسوب في المراقين. هو اشع اعراض التهاب البنكرياس، بياثر على نوعيه الحياه، بيدفع المريض الى خطر الاكتئاب والادمان ومحاولات الانتحار. حتى الحقيقه الالم هو سبب لسوء التغذيه ونقص قصور البنكرياس خارج الافراز. الاكتئاب وضعف الشهيه سبب الالم هي يلي بتعمل سوء تغذيه للمريض اكثر من نقص الانزيمات. نقص الانزيمات يحتاج الى سنوات طويله حتى يتطور. سير المرض ايضا لا يمكن التنبؤ فيه، ممكن يكون هجمات متباعده كل هجمه عده ايام مثلا او عده ساعات، ممكن مع الزمن تزيد شده الالم، يزيد تواتر النوب او على العكس بعد عده سنوات يختفي الالم تماما. اذا لا يمكن التنبؤ بسير المرض مطلقا بين المرضى، لكن غالبا بيكون الم شديد بيكون أسوأ شيء عم يعاني منه المريض. الألم في الحقيقة لازم نعرف آليته باختصار، ما نغمق بالفيزيولوجيا،
ممكن ضمن البنكرياس نفسه يعني اسكيميا، يعني توسعات وتضيقات وحصيات ضمن القناة، وممكن آلية عصبية مركزية أو محيطية. يرتشح الالتهاب بالنهايات العصبية، أو يصير عندنا تبدل على مستوى الجهاز العصبي المركزي وانخفاض عتبة الحساسية للألم. لذلك ممكن المريض يعمل ERCP ويوسع القناة ويستخرج الحصيات ويحط ستنت وما يتحسن الألم مطلقاً، لأن الألم هون أيضاً على مستوى الجهاز العصبي المحيطي وحتى المركزي في عندنا زيادة في الارتكاز لحس الألم. وممكن يكون الألم ناتج عن مشكلة خارج البنكرياس، مثلا انضغاط القناه الصفراويه او انضغاط العفج ويصير عن خزل في السبيل الهضمي. سوء الامتصاص، بصير سوء امتصاص للسكاكر والدهون والبروتينات، لكن أسوأ شيء واكثر شيء بيظهر هو سوء امتصاص الدهون. اسرع شيء بيتاثر من انزيمات البنكرياس هو الليباز. كآلية مقترحة أن الليباز بيتخرب بالوسط الحامضي، فلما بصير عندنا قصور للبنكرياس يقل إفراز البيكربونات وبالتالي يتخرب الليباز بسرعة، يظهر سوء امتصاص الدهن أسرع من سوء امتصاص البروتين والكربوهيدرات. سريريا، سوء امتصاص الدهون معروف أن ألم بطني ونفخة وتطبل بطن، إسهال كريه الرائحة، لكن عادة لا يتسبب بسوء تغذية شديد، لا يتسبب بنقص وزن شديد ولا بإسهالات متكررة بشكل كثير كبير مثلا مثل الداء الزلاخي. ومنأكد على موضوع أني الدنف وسوء التغذية سبب الألم أكثر ما أنه سبب الإكسوكراين ديسفانكشن. القصور خارج الافراز، اقل دراسه قالت ان بعد 5 سنوات، ممكن 20 الى 25 سنه حتى يتطور، لانه 10% فقط من الليباز يلي بيفرزه البنكرياس كافي للهضم السليم للدهون. لذلك هو اختلاط متاخر جدا. لما بيتطور بشيع عنا سوء امتصاص الفيتامينات المنحله بالدسم وخاصه فيتامين د، بصير عند اوستيوبينيا عند نصف المرضى واوستيوبوروزيس عند الربع. هاي النسبه من المرضى اللي عندهم اسهال دهني، ما هو مرضى التهاب البنكرياس المزمن. اما الفيتامينات الاخرى فعوز نادر، اكثر شيء بيتاثر اذا الليباز وفيتامين د. رح نحكي عن علاجه بعد شوي. الداء السكري هون نمط خاص بسموه النمط الثالث، ما هو نمط اول او ثاني، لان في عندنا نقص في افراز من المرض. الاستقصاءات الوظيفية، تقييم وظيفة البنكرياس، من عاير خمائر أو أنزيمات البنكرياس، الإلاستاز، الكيموتريبسين، تريبسينوجين، وممكن نقيس حجم مفرزات البنكرياس بعد التحريض بالسكريتين، بنحط إتش تيوب أو ندخل بالمنظار لعند الحليمي ونحط مضخة سكريتين ونقوم برشف المفرزات الصادرة عن الحليمة وقياس حجمها. طبعا الاستقصاءات تحتاج إلى تقنية عالية ومعظمها غير متوفرة بمخابرنا. الاستقصاءات التصويرية من صورة البطن البسيطة والإيكو. الطبقي المفضل هو المالتي ديتكتور سي تي، طبقي بشرائح رقيقة وعالي الدقة. ايضا تصوير الطرق بالايكو عبر التنظير او المرنان او الاي ار سي بي.
عمليا ما هو تسلسل الاستقصاءات اللي بنطلبها. الشك بده يكون عندنا عوامل مؤهبه وعند المريض الم بطني مزمن. فاول شيء بنطلب استقصاء تصويري رنين او طبقي، لكن طبقي بده يكون عالي الدقه. طبعا الاستقصاءات التصويريه والوظيفيه تحتاج الى سنوات بعد بدء المرض حتى تكون مشخصه. فاول شيء صوره، بعدين اذا الصوره يعني اجت باين ممكن نقيم وظائف البنكرياس. ممكن الاستقصائين معا ما يعطونا نتيجه حاسمه، فنحن بنخلي المريض عن مراقبه وممكن نعيد الاستقصاءات كل فتره. صورة البطن البسيطة، أهم شيء نحن بندور على تكلسات، تكلسات بتكون معممة ومنتشرة. أما إذا كان تكلس وحيد موضع بنخاف يدل على تكلس وعائي أو ورم. هاي صورة للتكلسات، كان نسيتها، بنحط لكم صورة للتكلسات لاحقا. الإيكو ما هو ليشخص الإيكو عبر البطن ما كثير مفيد في تشخيص التهاب البنكرياس، لكن الأهم أن يشوف لنا الاختلاطات، إما توسع في القناة الصفراوية أو تشكل كيسي كاذبة. ممكن يشوف نسيج البنكرياس غير متجانس الصدوية، حواف مشرشرة، أبعاد البنكرياس كبيرة، في يعني تضخم في المراحل الباكرة، حتى ممكن تبين القناة البنكرياسية إذا كانت متوسعة. لكن ما كثير موثوق الايكو بشكل عام تصوير البنكرياس. هو استقصاء متوفر في اي عياده، مريض شكايته الم بطني مزمن بنصور. الهدف اكثر شيء اذا الاختلاطات، انضغاط القناه الصفراويه وتشكل الكيسه الكاذبه، هذول بنشوفهم بشكل جيد على الامواج فوق الصوتيه. هاي عندنا اللون هاي طبقي، هاي القناة البنكرياسية متوسعة بشكل غير متجانس هون تضيق، وفي عنا هاي حصات، هاي حصات صغيرة، هاي حصات ثالثة. إذا توسع شديد في القناة البنكرياسية مع حصيات ضمنه. ما حطيت سلايد مكتوب للطبقي. أيضا الطبقي بشوفنا التغيرات الشكلية، عدم تجانس في كثافة النسيج البنكرياسي، تشرشر في حوافه، توسعات وتضيقات في القناة البنكرياسية، ممكن يشوفنا حصيات، وممكن يشوفنا الكيسة الكاذبة، ممكن يشوفنا أيضا كتلة تعبر عن التهاب بنكرياس مناعي أو سرطان بنكرياس. الطبقي من الاستقصاءات اللي ممكن تطلبها باكرا. أيضا الـ MRCP ممكن أن يطلب باكرا نوعا ما، لأن استقصاء غير باضع ما كتير مكلف، يعني كلفته معقولة، فدقته ممتازة في تشخيص، في تقييم برانشيم البنكرياس، وأيضا في تقييم القنوات البنكرياسية. دقته تضاهي الـ ERCP إلا إذا كان الفروع الدقيقة الجانبية الدقيقة أو النهاية بعد الـ ERCP يتفوق. لكن الـ ERCP يفضل أنه نطلبه فقط بغرض علاجي، هو استقصاء باضع صحيح، هو الأدق، لكن اختلاطاته كثيرة مثل ما بنعرف، فيفضل يعني يجرى بغرض علاجي وليس بغرض تشخيصي. نحن عندنا الباكريوتوغرافي سواء بالمرنان أو بالـ ERCP، نحن عم ندور على توسعات وتضيقات وحصيات وتعرج في القنوات الفرعية. طبعا في معايير شعاعيه كثيره ومعقده لتشخيص التهاب البنكرياس المزمن بالـ ERCP والـ MRCP، ممكن الرجوع الى اذا صادفتنا حاله. يعني في مظهر بنسميه سلسله البحيرات، هاي هي توسعات كيسيه متتاليه، فهاي مظهر مشخص، هذا المنظار، وهاي قناه البنكرياسية بعد حقن المادة الضليلة، فيها توسعات كيسية متتالية، مظهر سلسلة البحيرات، مشخص لالتهاب البنكرياس المزمن، لكن لا يظهر إلا في المراحل المتأخرة. هون عندنا توسع شديد في القناة البنكرياسية،
هاي راس المنظار طالع منه السلك الدليل، وهون في عنا تضيق في القناة يتلوه توسع، وهون هاي تم وضع ستنت لتوسيع القناة البنكرياسية. إذا هون تضيق في القسم الخليفي في منطقة الرأس وتوسع في القناة في الجسم والذيل، هون تم إدخال سلك دليل وتحملت الستنت على السلك الدليل من أجل توسيع القناة البنكرياسية. هذه الأسطوانة هاي الشفافة هي الشبكة البنكرياسية. الاي يو اس الايكو عبر التنظير دقته ممتازة جدا في تقييم القنوات وتقييم البرانشيم، بيشوف الصدوية متجانسة أو غير متجانسة، حواف البنكرياس، وجود ماس ضمن البنكرياس، القنوات هل فيها توسعات أو تضيقات أو حصيات أو تعرج في القنوات الجانبية، أيضا في سكور وفي نقاط معينة لمعايير التشخيص الدقيقة للإيكو عبر التنظير. هاي المسبار وهاي القناة البنكرياسية متوسعة، هاي إيكو عبر التنظير. نحكي على العلاج. الألم البطني اللي هو أشيع الأعراض، أكثر شيء بيدفع المريض للاستشارة الطبية، أكثر شيء بيعرض المريض لخطر الإدمان. فأول شيء لازم نحن نصور المريض بالطبقي لحتى نستبعد الأسباب الأخرى، نستبعد الورم أو الكيسات الكاذبة لنتأكد أن الألم بنكرياسي. غير الأسباب العضوية الأخرى، أيضا في عند المرضى نوع من الاكتئاب والنيوروزيس وفرط الحساسية للألم بسبب الهجمات المتكررة. المسكنات التقليدية ما كتير بتفيد، وغالبا نحتاج مسكنات أفيونية، أسلمها هو ترامادول. يفضل المريض يتابع عن طبيب واحد مشان تكون وصفات هالأدوية الخطيرة من مصدر واحد وجرعاتها محددة، حتى يكتب للصيدلي مثلا توصف لي مرة واحدة يحط عليها التاريخ لتقليل خطر الإدمان قدر الإمكان. مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، مضادات السيروتونين، الجابابتين هي أدوية مساعدة وليست كافية وحدها للعلاج. أيضا بده المريض دعم نفسي، يمكن استشارة طبيب نفسي، لأن الاكتئاب بحد ذاته يزيد الشعور بالألم. نصح المريض وحتى أحيانا استشارة أخصائي من أجل الإقلاع عن الكحول والتدخين. استخدام الأنزيمات البنكرياسية بهدف علاج الألم ما كثير مثبت. في دراسات على الالتهاب البنكرياس الاستوائي بالهند قالت مفيد، دراسات بريطانية على التهاب البنكرياس المزمن الكحولي قالت لا غير مفيد. وبكل الأحوال إذا كانت مفيدة لتخفيف الألم فهي مفيدة في المراحل الباكرة فقط، أما في المراحل المتقدمة جدا دورها فقط في علاج الإسهال الدهني، ما كثير بتعالج الألم البطني. والجرعة كثير كبيرة، منها 150 ألف وحدة من البروتياز، 40 إلى 90 ألف وحدة من الليباز. المستحضرات الوطنية فيها على ما أذكر 10,000 وحدة تريبسين و 3,500 وحدة ليباز، يعني المريض بده مثلا 10-15 حبة، يعني خيار غير منطقي الطبقة العضلية لجدار الوعاء أو الشريان المجاور، وبالتالي يصير عندنا توسع اللي هو أم الدم الكاذبة. ممكن تنزف إلى داخل الكيسة وبالتالي يتزايد حجم الكيسة ويترقى الألم البطني، تنفجر فجأة وبنزف غزير ومهدد للحياة. ممكن تنزف مباشرة إلى السبيل الهضمي، تعمل نزف هضمي علوي أو سفلي، أو إلى البريتوان وتعمل حالة بطن حادة. أشياء عشية بتصير الخوثار وأيضا أم الدم في الشريان الطحالي. إذا كانت الكيسة الكاذبة
بشكل عام غير خطيرة وغالبا غير مميتة، لكن عندما يحصل نزف في الكيسة الكاذبة نسبة الوفيات بتكون مرتفعة. معظم الحالات المرضى الكيسة الكاذبة اللي بتكون هي سبب وفاتهم بيكون بسبب نزف الكيسة الكاذبة. هاي صورة، هاي كيسة، وضمنا هل تكلس، هذا هو أم دم سودو أنيوريزم. الدوالي قلنا بنعرف احنا دوالي قعر المعدة تتشكل عن مرضى تشمع الكبد وأيضا بسبب كثار وريد طحالي لأي سبب. دوالي القعر عند مرضى التهاب بنكرياس أخف منها عن مرضى تشمع الكبد ونادرا ما تسبب بنزف غزير، وعلاجها مثل علاج الدوالي قعر المعدة نتيجة تشمع الكبد هو بالتصليب، بالتصليب وليس بالربط، حقن مادة السيانوأكريلات المصلبة، بعدين بنشيل الطحال وبتنتهى المشكلة. انضغاط القناة، نعرف نحن نهاية القناة الصفراوية يمر خلف رأس البنكرياس نتيجة الالتهاب والتليف، بيصير عندنا انضغاط في القناة الصفراوية الجامعة. إذا عملنا تقيح والتهاب طرق صفراوية صاعد فاستطباب مطلق للمعالجة. إذا شفنا حصاد في القناة الصفراوية هي استطباب مطلق للمعالجة. أما إذا شفنا مجرد ارتفاع في البيلروبين أو الجي بي تي هذا ممكن بسبب التهاب كبد كحولي مرافق، يعني بده تقييم أوسع وليس استطباب مباشر للمعالجة. هون عندنا إذا تضيق، هذا بنسميه دوميننت ستراكتشر، تضيق شديد وطويل في الجزء البعيد من القناة الصفراوية يعلوه توسع، والقناة الصفراوية تقريبا أعرض من المنظار، يعني قطرة يقدر تقريبا 11-12 ملي نتيجة التضيق القاسي. هاي بدأ توسيع وحتى بدأ أخذ خزعة بالفرشاة خشية تكون كولانجيوكارسينوما. التضيق بهالشكل غالبا إذا كان التضيق بسبب انضغاط في رأس البنكرياس فغالبا تحتاج إلى عمل جراحي. توجد خيارات علاجية متعددة. طبعا التليف والضغط على القناة بهالشكل يعمل لنا اختلاط خطير اللي هو التشمع الصفراوي الثانوي اللي ممكن يتطور إلى تشمع كبد، فغالبا تحتاج إلى علاج جراحي. المريض اللي ما بيتحمل جراحة ممكن نحط له ستنت لتخفيف الانضغاط وتلطيف الأعراض مؤقتا لعدة أشهر. تضيق العفاج نتيجة أيضا الانضغاط بالكيسة أو بالبنكرياس الملتهب بيعمل لنا أعراض تشبه أعراض انسداد مخرج المعدة، ألم بطني وغثيان وأقياء، وغالبا يحتاج إلى علاج جراحي أيضا. النواسير إذا فتحت الكيسة الكاذبة خاصة إلى جوف الجنب أو إلى الحبل تعمل لنا انصباب جنب أو حبل بنكرياسي المنشأ يتميز بارتفاع شديد للأميلاز في سائل الجنب أو الحبل. هذا ممكن نعالجه بشكل محافظ بالبازل وتركيب ستنت لتجاوز لتجاوز الناسور والتصريف، يعني بدل السائل ما يطلع على الناسور يصب الستنت إلى لمعة الأمعاء، لكن احيانا يحتاج الى علاج جراحي. خزل المعده او العفج نتيجه الالتهاب المزمن نتيجه التبدلات الهرمونيه بيعطينا اعراض مثل الالم البطني والنفخه وتطبل البطن والغثيان والاقياء. هاي من الاختلاطات المزعجه لالتهاب البنكرياس المزمن، وممكن ايضا علاجه بشكل محافظ او جراحي. انا سالت اكثر من طبيب جراح عنه، الخلاصه قال الالتهاب المزمن نادر، لكن افضل شيء نشيل البنكرياس كله اذا كان متليف ونريح راسنا، يحل لنا كثير مشاكل. السرطان هو اختلاط لالتهاب البنكرياس المزمن، ممكن التهاب الحاد يزمن ثم يتسرطن، أو هو تشخيص تفريقي يكون التشخيص من البداية سرطان بنكرياس وليس التهاب بنكرياس مزمن. كلا المرضين يتظاهر بألم شرسوفي ومضاض وممكن داء سكري وسوء تغذية.
طبعا الاعراض بتكون مترقيه اسرع عند مرضى السرطان، لذلك من البدايه نحن بنطلب تصوير مقطعي بطبقي عالي الدقه او بمرنان، حتى مريض التهاب البنكرياس المزمن بده متابعه متكرره خشيه التحول الى سرطان. هذا احد الاسباب اللي بتدفع الجراحين عنا ان يعملوا استئصال للبنكرياس كله وخلاص، مشان بسبب يعني شيوع انقطاع مرضانا عن المتابعه. الايكو عبر التنظير هو الاستقصاء التصويري الادق ليقيم برانشيم البنكرياس حتى يسمح باخذ خزعه موجهه، واذا كان سرطان بيصور الاوعيه المجاوره بيشوف اذا في غزو للاوعيه ام لا، وبالتالي هل الورم قابل للاستئصال الجراحي ام لا. طولنا عليكم بس حاولنا نخلص الالتهاب الحاد والمزمن بجلسه واحده مشان نفتح الشهر القادم موضوع جديد. شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم التوفيق. اذا في حدا عنده سؤال يتفضل.